وللحديث أكثر ينضم معنا القيادي في ائتلاف النصر عقيل الرديني. مرحبا بك سيد عقيل. الكاظمي يجدد التأكيد على إقامة الانتخابات في موعدها، ما واقعية إجراؤها في حزيران؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وإلى مشاهدي قناتكم الكريمة. صراحة أكد اليوم سيد رئيس مجلس الوزراء في الاجتماع على أن الانتخابات قائمة في 6 حزيران القادم، وبالتالي هذا يعتبر إعاز إلى كافة الجهات من أجل كل من يؤدي عليه، مثل المفوضية والدوائر الأخرى فيما يخص اختصاص سيد رئيس الوزراء باعتباره رئيس السلطة التنفيذية والقائد العام للقوات المسلحة. لكن من المؤكد أن هنالك أمور خارج عن سيطرة السيد رئيس الوزراء، أهمها هو إكمال قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي ما زال معلقا وما زال هنالك جدلا كبيرا حول المادة 3 من هذا القانون في كيفية تعويض الأعضاء ومن له الصلاحية في تعويض هذه الأعضاء ومن يكون إلى الجهة العائدة هذه الأعضاء، وبالتالي هنالك جدل كبير وواسع. لذلك نحن نعتقد، يعني نحن في ائتلاف النصر نحن نؤكد ونطالب السيد رئيس الوزراء على أن تكون الانتخابات في موعدها المقرر في 6/6 يعني من العام القادم إن شاء الله. لكن هنالك الكثير من العقبات أمام إجراء هذه الانتخابات في هذا الوقت، وأهم ما ذكرناه أمور عدة، ومنها هو قانون المحكمة الاتحادية. كذلك اليوم لا يوجد بسط أمن بقوة، أيضا وخاصة هل البرلمان ممكن هذه أحد العقبات يعني في محافظات الوسط والجنوب؟ يعني هل السباق الانتخابي بدأ بين الكتل، خصوصا بعد تظاهرات السيد الصدر؟ هنالك كتل لوحت أيضا بتظاهرات، وهذه سابقة جديدة لمعرفة حجم جمهورها في الشارع العراقي. لماذا يتم اللجوء إلى هذه الطريقة الجديدة وهكذا خطوات يمكن يعني أن نفهم هذا التوجه؟ صراحة الكثير يعتقد أن الانتخابات القادمة هي انتخابات مفصلية، فمن له يعني يضع له قدم في هذه الانتخابات من خلال المقاعد النيابية أو من خلال الوزارات قد يكون له دور في المرحلة القادمة. وأنا أعتقد هذه القراءة، ما الذي يغير في المرحلة القادمة؟ كيف يمكن أن تكون مفصلية بالنسبة للكتل السياسية التي تربعت على عرش السلطة منذ سنوات؟ نعم سيدتي، أنا أعتقد هذه القراءة بالنسبة للكتل السياسية هي قراءة خاطئة، والأفضل كان أن يكون هذه الكتل أو تكون هذه الكتل السياسية أن يكون ظهورها من خلال تقديم الخدمات، نزاهة الوزارات اللي يقدموها، الدرجات الوظيفية اللي حصلوا عليها طيلة السنوات القادمة. يجب أن يكون له موطئ قدم من خلال خدمة العراقي، لا من خلال جر التظاهرات إلى صراع وإلى الاستقواء وإلى مظاهر القوة. نعم صحيح أن التظاهرات هي مكفولة بالقانون وبالدستور، والتعبير عن الرأي مكفول للجميع، لكن لا نريد اليوم في هذه المرحلة الحساسة والخطرة من جر الشارع العراقي إلى صراعات تكون بين كتل، وربما تكون بعدين هذه الكتل إلى صراعات سياسية، وبالتالي ربما تكون إلى صراعات مسلحة. وأن ما يحصل بالشارع هو خطأ كبير من بعض الكتل السياسية راح ضحيتها الكثير من الشهداء والجرحى. اليوم سيدتي يعتقدون أن المرحلة القادمة كما يعني قالت المرجعية وقال الكثير من فقهاء القانون والمتابعين للعملية السياسية. طيب أن 11 بس أكمل هذه الفكرة سيدتي، كيف ترون قانون الانتخابات الجديد؟ هل سيلبي طموح الشارع العراقي يعني خصوصا في موضوع خلق حكومة جديدة بعيدة عن الأحزاب التي هيمنت على السلطة في السنوات السابقة؟ نعم سيدتي، احنا في ائتلاف النصر نؤيد القانون اللي صدر، وان لدينا بعض الملاحظات على هذا القانون، لكن في كل الاحوال هو القانون صدر بأغلبية وقد يعطي الحرية للمرشحين وللناخبين اختيار ممثلين لهم خلال المناطق المتعددة اللي صار عليه، يعني على مستوى القضاء او على مستوى الدائرة الانتخابية اللي تعددت بتعدد كوتا النساء. لذلك هذا القانون يحتاج العديد من
من الأمور حتى أن يكون جاهزا للتطبيق. يعني مثلا اليوم حصر السلاح بيد الدولة الذي وعد به السيد رئيس الوزراء، عدم الابتزاز، تهيئة قانون المحكمة الاتحادية، الكثير من هذه الأمور، إعداد اللوجستية، يعني يجب أن يكون الانتخاب بيومتريا لجميع الناخبين، إنهاء الملفات النازحين، الكثير من الأمور. نحن نعتقد إلى الآن لم تتهيئ المفوضية ولم تتهيئ الحكومة لموعد الانتخابات القادم، بالرغم من نحن في ائتلاف النصر نؤيد ونشدد على أن تكون الانتخابات في وقتها، لكن اليوم هنالك الكثير من الدعوات التي تدعو إلى تأجيل الانتخابات إلى الشهر العاشر أو ربما إلى 22 اللي هو موعد الانتخابات القادم على الوجه الحقيقة. لكن هذا لا يعفي الحكومة من مهامها. الحكومة في مشروعها اللي قدمته إلى مجلس النواب، وهي تعهدت بأن تكون هنالك انتخابات مبكرة، ويعني عهدت إلى الشعب كذلك، لكن إلى اليوم نحن ننظر لا توجد فعلا اليوم أرضية مهيئة وقد تدفعنا إلى 6-6. أنا أعتقد اليوم الأمور ماشية إلى تأجيل الانتخابات للأسف، يعني استرخاء الحكومة عن العديد من الأمور. كذلك الكتل السياسية اليوم تماطل في موضوع إعداد قانون المحكمة الاتحادية اللي هو أهم مفصل من مفاصل العملية الانتخابية، لأن عندما يكون هنالك انتخابات في 6-6 يجب أن تصادق المحكمة الاتحادية على هذه النتائج. واليوم المحكمة معطلة بسبب عدم اكتمال النصاب لوفاة 2 من أعضاء هذه المحكمة الاتحادية، وبالتالي ما قيمة الإعدادات والإجراءات التي تقوم بها الحكومة؟ الكتل الكبيرة رغم كل إخفاقاتها هي تبحث اليوم عن اكتساح وعن نتائج كبيرة في الانتخابات، سواء كانت في 6-6 أو في 22-10. من أين تستمد هذه الكتل كل هذه الثقة؟ هل الشارع العراقي أبدى الثقة لتلك الكتل السياسية خصوصا في التظاهرات التي حصلت مؤخرا؟ يعني كما قلنا سيدتي، اليوم التظاهر هو حق مكفول، ومن يظهر بقوته كما قلنا يجب أن يظهر من خلال خدمة الشعب العراقي. طيب حتى تكون ثقة الكتل السياسية باكتساحها للانتخابات. اليوم أعتقد هذه هي أشبه بالدعاية المبكرة لكثير من الكتل السياسية، ومن حقها أنه تريد إعداد جمهورها للانتخابات القادمة، نحن لا نمانع هذا، لكن لا نريد بنفس الوقت جر من أجل استحقاقات انتخابية أو استحقاقات بالوزارات، يعني اليوم يجر الشارع إلى الصراع. نحن اليوم نريد أن نذهب باتجاه الحكم الفعال، الدولة الفعالة من خلال دولة المؤسسات، لا من خلال الاستقواء والتظاهر وإعلان القوة. إعلان القوة يجب أن يكون من خلال صناديق الاقتراع، عندما نكون للجهة السياسية أن يكون لها جمهور وهي تعد جمهورها إلى الانتخابات القادمة، تظهر قوتها من خلال عدد المصوتين لها، وهذا هو حقها وحق مشروع لكل الكتل السياسية. لكن يجب أن يكون هذا الحق لا على حساب الشعب العراقي من خلال التصارعات وغلق الطرق وإملاء الساحات وما يحصل في بغداد وفي بعض المحافظات في الوسط والجنوب. نحن صراحة نتخوف من يعني تمدد هذه الصراعات وزيادتها، وبالتالي قد تجر الدولة والحكومة وكافة يعني المجتمع العراقي إلى أمور فيما بينها، وبالتالي يذهب ضحيته هو الشعب العراقي. نحن لا نريد أن نجر إلى هذا الموقف. سيد عقيل، هنالك دعوة من رئيس الجمهورية برهم صالح للأمم المتحدة لدور في مراقبة الانتخابات في مسعى لإبعاد التزوير والتلاعب، ألا يعكس ذلك مخاوف جدية من التزوير؟ وأنتم في النصر حذرتم منه أيضا ولوحتم بالانسحاب، وأيضا كانت هنالك لديكم بيانات عن الانتخابات السابقة وعن التزوير الذي حصل في الانتخابات السابقة كما ذكرتم في بياناتكم. صحيح، يعني يجب أن تكون الانتخابات القادمة انتخابات حرة نزيهة. لماذا؟ لأن الانتخابات ما بعد 2018 حصلت فيها الكثير من المشاكل والتزوير وأمور أخرى هي من جرت البلاد إلى ما نحن عليه اليوم. لذلك نحن لا نريد أن يتكرر نفس الخطأ،
وعندما لوحنا يعني مقاطعة هذه الانتخابات فعلا نحن اليوم نلوح بحقيقة الأمر، وذلك عندما نرى الأمور لا تمشي بالاتجاه الصحيح. اليوم استعدادات الحكومة ليس بالمستوى المطلوب، لذلك يعني دعا رئيس الجمهورية و يعني السيد العباد أيضا دعا أن تكون هنالك انتخابات حرة نزيهة وبرقابة دولية حتى يطمئن نعم. الجميع. لذلك نحن نعتبر هذه الانتخابات مفصلية في تاريخ العراق، لأن يعني بعد التظاهرات ما حصل بالتغييرات لا يكون فيها تزوير، لهذا تعتبرونها مفصلية؟ يعني أنا أعتقد ماكو انتخابات في العالم هي يعني خالية من التزوير 100%، لكن عندما تكون لدينا انتخابات ناجحة بنسبة 75% أو 80% نعتقد هذا نجاح. أما أن يكون لدينا 20% أو قل 20% نجاح، أكيد أنها درجة متدنية لا نقبل بها، وقد لا تفضي إلى حلول إلى مشاكل العراق. اليوم إذا ما تكون هنالك رؤية للفريق الجديد الذي يأتي من نتيجة الانتخابات، وأن تكون هذه الرؤية منسجمة على بناء العراق وإعادة بناء من جديد بالتوافق مع جميع الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات القادمة، قد نذهب إلى المجهول لا سامح الله أو إلى الفوضى. لذلك نحن نشدد أن نريد انتخابات حرة نزيهة وفق معايير دولية حتى نعبر هذه المرحلة الخطيرة. تكون الانتخابات سليمة وغير مزورة عدا المزورين. القيادي في ائتلاف النصر عقيل الرديني كنت معنا، شكرا جزيلا. حياكم الله، شكرا لكم.